السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فطائر بالكريم باتيسير زوينين وساهلين، مكوناتهم ان شاء الله كيكونوا متوفرين. هنا كما شفتوا غادي نحتاج واحد نص كاس العنبه ديال الماء يكون دافي شويه، عندي معاه نص علبه من داك الياغورت، لان غنعطيكم غير نص الكميه. الا دبلتوا المكونات غديروا ياغورت كامل، المهم انا غندير غير نص ديالو. غنحتاج معلقه متوسطه ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال السكر. بالنسبه للدقيق تقريبا واحد جوج كيسان ونص ديال العنبه، انا دايره هنا ثلاثه، انا غنشوف شحال غادي يجيني. صافي هادو هما المكونات. هنا درت الماء مع الخميره مع معلقه ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزيت، هنا ضفت نص علبه ديال ياغورت، ضروري يكون مسوس. هنا دبريوش ما فيهش البيض ما فيهش الحليب، غادي نديرهم غير بعد المكونات اللي شفتو، غتجي النتيجه زوينه ان شاء الله. هنا ضفت واحد الكميه ديال الدقيق وواحد تقريبا ربع معلقه صغيره ديال الملحه. صافي غادي نخلط شويه بشويه حتى كتجمع ليا، راه ما غندلكوها ما والو. صافي البنات، هنا كما شفتوا من بعد ما دخلت هذيك الكميه ديال الدقيق كلشي ان شاء الله تلقاو مكتوب في صندوق الوصف. غادي نقسم هذا العجين هذا على جوج، راه ما كدلكوش غير كتجمعوا الدقيق ديالكم. غادي نقسم هذا العجين على جوج ونخليه شي شويه يرتاح، ماشي يخمر غير يرتاح. هنا كما شفتوا خليت العجين يرتاح واحد خمسة ديال الدقائق، وغادي نبدا نطلق فيه بشويه ديال الدقيق. هنا غادي نطلق هذا العجين ديالي، غير شويه ديال الدقيق كترشوه، وغتكونوا موجدين شويه ديال الزبده تكون بوماد لينه. انا الزبده اللي غنستعمل ديال الاكل، انا ما غاديش نستعمل واحد الكميه كثيره، اللهم نديروا زبده زوينه باش تعطيكم المذاق زوين. هنا من بعد ما طلقتها هنا عندي واحد الكميه ديال الزبده، هانتوما كما شفتوا خرجها من الثلاجه من قبل، وغادي نديرها على شكل رغيفه او مسمنه. ساهلين بزاف هادو، كيجيو لذاذ. صافي غادي نلفهم على شكل رغيفه. كما شفتوا هذه هي الرغيفه الاولى، غادي نحطها على جنب ونطلق الثانيه. هذيك الثانيه غندير في قلب النار هذه، يعني هذا هو الطريق، طريقه سهله بزاف، ما كتبقاوش تورقوا وحده بوحده، او هذا كديروا وحده في قلب وحده وكتجمعوا. صافي البنات، غنخليها تقريبا غير واحد الخمسة دقائق باش يبرد شويه ديك الزبده تبرد فيها، ونرجع نطلقوها مزيان. صافي غادي نرجع نرشها بشويه ديال الدقيق، هانتوما راه كتشوفوها شدات راسها شويه، وغادي نطلقها.
كيما شفتوا هنايا سرحتها على شكل مربع، وحيدت هذوك الجناب ديالها. هذوك الجناب كتجمعوهم بنفس يعني بنفس الاتجاه وترجعوا تطلقوهم بلا ما تعجنوهم. دابا غادي نقطع مربعات. صافي غادي نجمع هاد الجناب هادو للوسط، والوسط غادي ندير واحد معلقه ديال الكريم باتيسير. صافي البنات من بعد ما وضعتهم في لاطا خليتهم ربع ساعه باش يختاملوا شويه. هانتوما شفتوا راه بداو كيتنفخوا. غادي ناخذ صفر د البيض، درت معاه واحد المعلقه ديال الماء او حليب، واحد شويه ديال الفاني، وغادي ندهنهم وندير الوسط واحد شويه ديال كريم باتيسير. انا عندي واجده غير كريم باتيسير عاديه، يعني غادي تصاوبوا غير كاس ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال بودره الكريم باتيسير ومعلقه كبيره ديال السكر. بالنسبه للفران راني دايره كيسخن على 200 درجه من الفوق ومن التحت، يسخن مزيان. ديك الساعه كنطفي الفوق وكنخلي غير التحت اللي شاعل، غير كيبداو يتنفخوا كنقص ل 180. اللي ما فهمتش شي حاجه تكتبها ليا في كومونتير ونجاوبها. هنا الوسط غندير واحد شويه ديال الكريم باتيسير، انا عندي بردات. وحتى يطيبو نكملو لهم التزيين. صافي دابا ما بقى لي غير ندخلهم الفران كما قلت لكم، غير يكون سخون مزيان وكتدخلوهم يطيبو وتحمرو ان شاء الله ورجع معاكم. كما شفتو هنا بعد ما طابو وتحمرو ما حدهم سخان، غندير لهم واحد شويه ديال الماباج او مربى اللي بغيتو، او ما ديروا لهم حتى حاجه اللي بغيتهم. وانا مازال غنزيد واحد شويه ديال الكاوكاو، داكشي علاش كندير الناباج. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا اليوم. كيجيو بهذا الشكل هذا زوينين وساهلين. الكميه عطاوني 10 ديال الحبات، يعني بغيتو تضاعفوا المكونات غادي ديروا علبه ديال الياغورت وتبقى كلشي منه جوج جوج، يعني كاس ديال الماء المهم نديروا كريمه او مربى اللي بغيتو غادي تزينوا به. نقسم لكم واحد الحبه. كما شفتوا البنات هذا عن قرب، هانتوما راه ما كيجيوش خامرين بزاف، كيجيو هشاش بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا ويعجبوكم، ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.